نبلش يلا اكشن اوكي كاش كاش اخبط كاش مع النبان توديكم من مكان الى مكان كاش كاش اخبط كاش مع النبان توديكم من مكان الى مكان طول رمضان كل اللغات من مدينه لمدينه بعد الفطور طول رمضان تابعونا وشاهدونا على الراي يلا يا النبان فوزوا ترى الكل يستاهل حاضر والجوائز كاش والغلطان ام ربحان ربحان كاش كاش اخفض كاش مع النبهان بيوديكم من مكان لمكان عاوز بالجنيه اكسب كاش يو وانت بالباوند جيت يور كاش تبي بالدينار اخفض كاش كاش مع النبهان رحب فيكم مشاهدينا الكرام وحلقة من حلقات برنامجكم برنامج المسابقات كاش مع النبهان أجوان أجواء المسابقات والمعلومات وإن شاء الله دائماً في حلقة بعد حلقة نتغير في معلوماتنا وتكون معلوماتنا مفيدة للجميع نروح معاكم ونعيش من مول العاصمة أجواءنا في كاش مع النبهان يلا يا النبهان فوزوا ترى الكل يستاهل حاضر والجوائز كاش والغلطان ربحان ربحان كاش كاش اخفض كاش شلون معلوماتكم زينة في شنو؟ أنا معلوماتي يعني وسط يعني مو وايد شنو في عندكم جانب؟ هي ما شاء الله الشاطرة معلومات عامة يعني معلومات عامة اجتماعيات شاطرة فيه اجتماعيات تاريخ 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 وايد ايه. أوه زين يعني أعطيك الهستري كله هني ايه. ها؟ ما شاء الله زين يلا جاهزين؟ مستمرين معكم مشاهدينا الكرام وأجوانا في برنامجكم كاش مع النبهان ومعنا الخوات مساء الخير مساء النور يا هلا حياكم الله شخباركم تمام؟ الحمد لله تمام تفضلي هذه 120 دينار عديهم على السريع 20 40 60 80 100 120 120 حلوي نختار من هالبطاقات بطاقة واحد اثنين ثلاثة واحد واحد حلوي السؤال يقول ما هي المادة التي يحتوي عليها البحر الميت بشكل كبير فيمنع تواجد الكائنات الملح 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 كثرة الملح في البحر الميت لذلك سموه البحر الميت أكيد أكيد صح هو الملح طبعا لكثرة الملح في البحر الميت فلا تتواجد الكائنات حلوين صحيح 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 السؤال الثاني يقول أين تقع جزيرة بالي أين تقع جزيرة بالي في خيارات خيارات إيه إندونيسيا تايلاند نيبال أين تقع جزيرة بالي إندونيسيا ولا نيبال ولا تايلاند رايحين أحد من الدول هذه تايلاند 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 أكيد قولوا كاش تايلاند تايلاند كاش تايلاند غلط هي في إندونيسيا أعطونا 20 السؤال الثالث يقول سؤال إحنا سألناه ما في أحد جاوبه الموسم صراحة أسأل لكم مع اختيارات سؤال يقول من القائل إن لم تخش عاقبة الليالي وإن لم تستح فاصنع شنو ما تشاءه ما تشاء صحيح إيه؟ إن لم تخش عاقبة الليالي وإن لم تستح فاصنع ما تشاء من قائل هذا البيت الشعري الشافعي المتنبي أبو تمام لا المتنبي 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 اكيد اي شو تقولون اكيد متنبي متنبي يقولوا كاش المتنبي كاش متنبي غلط هو ابو تمام ما عليه ما عليه السؤال الاخير يقول سؤال جدا سهل ب 60 دينار اعتقد انه شنو يعني مار عليكم انت ليش تعيلتي في من القائل ايه ليش ما قلت بأن انا مار علي يعني مار عليك يلا السؤال الاخير يقول ما هي وحده قياس الصوت إيه؟ في خيارات 6 5 4 3 2 1 وانت تدينا ما في اختيارات اعطونا 60 60 فقط 60 60 ها لا هي الديسل ما عليه ما خلصنا سراي للعطور كل الشكر لهم يقدمون لكم هذه الهديه عباره عن هالعطر و 32 لطب الاسنان يقدمون لكم كوبون ومجموعه من مستلزمات الأسنان صوم لايت يقدمون لكم هذا المشروب شكرا لصوم لايت وسرابيل هذه جداشة عليكم بالعافية الله وبيضون هذه ساعة نسائية ما شاء الله معلوماتها زينة
انتم ما ساعدتوها ترى؟ ما ساعدناها لا. شكرا لكم. ضحوا معنا مستمرين معكم في كاش مع النبهان. شنو معلوماتكم زينة فيه؟ ما بعرف. ما في شيء معين. ما في شيء بدك اياه. ما شاء الله كل شيء ملم. معلومات عامة ولا؟ عامة. عام. قولوا بسم الله. بسم الله. مستمرين معكم مشاهدينا الكرام واجوانا في برنامجكم كاش مع النبهان ومعنا الخوات. مساء الخير. مساء النور. يا هلا، شخباركم؟ تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. تفضل يا طويلة العمر. هذه 120 دينار. قول ان شاء الله يصيرون من نصيبكم. ان شاء الله. ان شاء الله. جاهزين ولا لا؟ ايه جاهزين. قول بسم الله. بسم الله. بسم الله. سؤال الاول يقول: ما هو اسم صوت الجمل؟ ما هو صوت الجمل؟ اختيارات. اختيارات اكيد. هل هو صهيل، حنين، صياح؟ حنين. 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 ان شاء الله واثقه من المعلومه. حنين. اكيد اكيد. انزين، الصهيل صوت منه؟ جمل. صوت الخيل؟ لا، حنين على الحنين صوت الجمل. الجمل. قولي كاش. كاش. الحنين. الحنين. اكيد الحنين. أكيد. صوت الجمل. اكيد صح. الحنين، ويسمى صوت الجمل حنين. خلينا نكون واقعيين اكثر، حنين. حلوين. السؤال الثاني يقول، ركز، اين توجد مالطا؟ أين توجد مالطا؟ في البحر الأبيض، في المحيط الهندي، في البحر الأسود. قريبة جم شنو مالطا؟ هي جزيرة أنتوا عارفين. هل هي في البحر الأبيض، في المحيط الهندي، في البحر الأسود؟ أين توجد أو تقع مالطا؟ قلبي بحكي لي البحر الأسود، ما بعرف. ها؟ لا أنا مو متأكدة. لا مو متأكدة. مو متأكدة. أنت شنو قلتي؟ البحر الأسود. البحر الأسود. ها؟ يلا مدام، حط اي محيط بس عشان البحر. لا لا، واحده واحده. تختارون واحده؟ لا اختاري انت. يلا اختاري. شو الاختيارات؟ بحر الابيض، محيط الهندي، البحر الاسود. ماذا تقولين؟ شنو انت حاسه؟ شنو البحر الاسود؟ وانت شو حاسه؟ بحر الاسود. بحر الاسود. اكيد. خلاص ما راح تغيرون. اكيد. ايه ما راح تغيرون. لا قولوا كاش البحر الاسود. يلا كاش البحر الاسود. كاش البحر الاسود. كاش البحر الاسود. غلط، هي في البحر الابيض. ما علي. يلا اعطونا 20 بس لو تكرمتي. سؤال يقول، سؤال يقول، كم انتم من وين؟ فلسطين. من فلسطين. والنعم. نعم. سؤال عن الكويت الحبيبه. سؤال يقول، كم يبلغ اخر تعداد سكاني لدوله الكويت؟ كم يبلغ عدد سكان دولة الكويت الأخير تقريبي؟ يلا ما نبي أكيد. تقريبا. نقول الاختيارات. اختيارات. 3 مليون نسمة، 4,300,000 تقريبا، 7 مليون وخمسمية ألف تقريبا. لا لا. ها؟ فيني أحكي يعني من بين لبي. أوكي. من بين. من بين. 3 مليون، 4,300,000 تقريبا، 7,500,000 تقريبا. 3 مليون تقريبا. 3 مليون تقريبا. أو أكثر شوي. 3 مليون تقريبا. 3 مليون تقريبا. أكيد. 3 مليون. أكيد. 3 مليون. إن شاء الله. كاش. إن شاء الله. ما راح تغيرون. لا. إن شاء الله. أكيد. أكيد. ولا تفكرون. لا إن شاء الله. واثقين. إن شاء الله. أكيد. إذن قولوا كاش. كاش. 3 مليون. 3 مليون. كاش. كاش. 3 مليون. غلط ولا صح؟ قولوا كاش. 3 مليون. 4 مليون. غلط. 4,300,000 نسمة. ما علي اعطونا 20. لا لازم نعوضهم. لازم تعوضينهم. السؤال الاخير 60 دينار ولا يوجد اختيارات. هذا السؤال الصعب. احنا السهل ما عرفنا بس يلا ان شاء الله. يلا ما علي ان شاء الله. السؤال يقول، من هو مكتشف البنسلين؟ مين شو البنسلين؟ مكتشف البنسلين. من هو مكتشف البنسلين؟ البنسلين طبعا علاج هو. علاج. البنسلين علاج. ها. اوكي. في اختيارات؟ اكيد ما في اختيارات. ما في اختيارات لان هذا سؤال 60 ولا يوجد اختيارات. ها. من هو مكتشف البنسلين؟ ها. ممكن ابن سينا. اعطيه المي. ممكن ابن سينا؟ لا هو اجنبي عشان اريح. لا ما راح نعرف. لا لا خذ 60 وانا خلصين. اعطوني بال 60. لا هذه باقي لكم 20. انزين، مكتشف
البنسلين هو الكسندر. معلومه اخذت معلومه تفضل معلومه صح ولا لا؟ صح. مكملين معاكم ما خلصنا سراي للعطور كل الشكر لهم يقدمون لكم هذا العطر الهديه عليكم بالف الف عافيه 32 لطب الاسنان يقدمون لكم كوبون ومجموعه من مستحضرات الاسنان صوم طبعا هذا مشروب حق الدايت ومشروب مميز حق رمضان صوم لايت كل الشكر لهم عندكم احد يلبس دشداشه ولا لا؟ حلو الله يخلي لكم يعطيه طولة العمر ان شاء الله طبعا سرابيل مقدمين له هذه قطعه الخام عليكم بالف الف عافيه وبيضون كل الشكر لهم مقدمين لكم ساعه شكرا لكم شلون معلومات زينه؟ الحمد لله استفدتوا ها؟ ان شاء الله يعطيكم العافيه ارحموا معنا مستمرين معكم في كاش مع النبهان نطلع فاصل ونرد مع النبهان نطلع فاصل ونرد مع النبهان عدنا بعد الفاصل مع النبهان عدنا بعد الفاصل مع النبهان ياسر شاطر بالرياضه ما شاء الله يتابع كره ما شاء الله وانا معلومات علميه زين 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 شنو معلومات علميه وين يصوب يعني صيدله طب صيدله طب ما شاء الله اختصاص طب صيدله بسم الله جاهزين مستمرين معكم مشاهدينا الكرام واجوانا في برنامجكم كاش مع النبهان ومعنا العائله مساء الخير مساء النور يا هلا حياكم الله شو اخباركم تمام الحمد لله بخير تمام يا هلا نعطي حق شو اسمك انت زينب والنعم يا زينب تفضلي هذه 120 دينار يا زينب وان شاء الله تفوزون فيهم كلهم قول ان شاء الله ان شاء الله يلا اختاروا من هالبطاقتين بطاقه واحد ولا اثنين سارة من يختار ساره اختارت ساره يلا يا ساره اثنين اوه ساره بتشوف الاسئله بس قول بسم الله بسم الله السؤال الاول السؤال يقول ما هي عاصمة تونس؟ ما هي عاصمة تونس؟ اختيارات اختيارات حلو سوسة قابس تونس تونس ما هي عاصمة تونس؟ شو تفكرين فيه بس بصوت عالي؟ تونس أتوقع تونس مستشار ياسر شو يقول؟ تونس تونس أكيد متأكد رسمي قولوا كاش تونس كاش تونس صح تونس هي عاصمة تونس الشقيقة نوجه تحية حق أشقائنا في تونس حلوين هذا أول سؤال السؤال الثاني يقول كم عدد المرات التي ذكرت فيها السيدة مريم عليها السلام في القرآن الكريم كم عدد المرات التي ذكرت فيها السيدة مريم عليها السلام في القرآن الكريم 31 مرة 34 مرة 36 مرة ها 31 34 36 ايش رايك اختار رقم شو تفكرون فيه انا 34 34 وانت يا ياسر 34 36 36 انت ايش تقولين 34 34 لا كذي انت شنو عشان انا اختار ولا شنو يلا 34 34 قولي كاش 34 كاش 34 صح 34 مره ذكرت السيده مريم العذراء عليها السلام في القران الكريم حلوين في 12 سوره تقريبا قرانيه دحين ماشيين صح الحمد لله اوكي السؤال الثالث يقول ماذا يعني اسم خوله ماذا يعني اسم خولة ماذا يعني اسم خولة مر علي بس أبي اختيارات ايه؟ الفتاة الطويلة الظبية السريعة الفرس الأصيلة الظبية السريعة الفرس الأصيلة الفتاة الطويلة ها أتوقع الفتاة الطويلة فتاة الطويلة أكيد إن شاء الله ها شو تقولون شو تقول أنت الفتاة الطويلة فتاة الطويلة غير انت قاعد تغش منها يلا ها قولوا كاش الفتاة الطويلة كاش الفتاة الطويلة اكيد ان شاء الله نهائي ان شاء الله ما راح تغيرون ما ادري نغير قولوا ها فتاة الطويلة الفتاة الطويلة فتاة الطويلة غلط هي الظبية السريعة ما عليه اعطوني 20 اعطيني 20 زنو ايوه بس سؤال الاخير يقول سؤال سهل جدا 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 شلونكم بالرياضه شاطر ياسر زين شاطر زين اعطيه المايك يلا زين اكيد زين اكيد حلو من هو اول فريق انجليزي فاز في الدوري الانجليزي لكره القدم
هذا السؤال نسأله في أكثر من سيزن ما حد جاوب عليك. ها أبي الاختيارات. ما في اختيارات لأنه في 60 هذا يا ياسر. أوه. أنت شنو تشجع ياسر في الدوري الإنجليزي؟ مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد لا ما يصير لأن أنا ليفربولي فما راح أغشش كله ولا راح أفكر أغشش. هذا مخلص حق المان يونايتد ها. ياسر. نوتينغهام فورست. نوتينغهام فورست والله شاطر لأنه هو مو نوتينغهام فورست بس نوتينغهام فورست هو تقريبا من أوائل الفرق الإنجليزية اللي أخذ أبطال أوروبا. يلا عشان أنت شاطر بعطيك اختيار ثاني. يلا هو نادي مو موجود الحين في البريمير ليج ولا في السكند ليج لأنه شاطر أنت ياسر فأنا أحب الكرة والشاطر. يلا ها ماكو إجابة؟ بعد أفكر. قولوا كاش ما في إجابة. ذكرت شنو؟ شيفيلد يونايتد. شيفيلد يونايتد والله ما شاء الله عليك شاطر بس مو شيفيلد يونايتد صح والله انت ما شاء الله تعرف كل الأندية. انا ودي صراحة تجاوب على هالسؤال. انا لو يصير احط اختيارات يصير ها حرف الباء يلا عشانك. بي واحد اثنين براتفورد برينتفورد قصدك لا ثلاثة بورموث. بورموث لا قربت برايتون لا خمسة ستة اعطونا الستين ساعدكم انا بس خلاص هو بريستون. بريستون شوف شلون بريستون بعد بس خلصنا ما عليك بس ما شاء الله معلوماتك رياضية زينة صح ولا لا؟ صح زين. من ياخذ الدوري الانجليزي هالسنة؟ مانشستر سيتي. مانشستر سيتي يعني مو ليفربول ها؟ هذا مانشستر عادي ما منه فايدة خلاص. يلا طبعا هدية من سراي كل الشكر مقدمين لكم هذه الهدية عليكم ألف ألف عافية تفضلي. و 32 لطب الأسنان يقدمون لكم كوبون ومجموعة من مستلزمات الأسنان عليكم بألف عافية. صوم لايت كل الشكر لهم هذا مشروب رياضي ترى ودايت بعد لازم تجربه أنت وجربونه كلهم عليكم بألف ألف عافية. فصلت جداشي حق العيد ولا لا؟ يلا هذه طبعا سرابيل من أميز الخامات عليك بالعافية وهذه الساعة نسائية من بيضون كل الشكر لهم عليكم بألف ألف عافية ما شاء الله خذوا كل هدايا حياكم الله يا هلا ما شاء الله لازم إن شاء الله السنة الجاية جاوب على أسئلتنا كلها قول إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كل عام وانتم بخير. ربحوا معنا 40 دينار مستمرين معكم في كاش معنا عافية شطفها والله لو قالها بس أنتم حاولين ها بس ما شاء الله ايه قديم الفريق يلا يعطيكم العافيه حياك. ها شلون المعلومه هذه مالت لا 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 والله انا حاولت من فلسطين لا معلومات صعبه لا بس انا وصلنا معاكم مشاهدينا الكرام لختام حلقتنا اليوم في كاش مع النبهان كل امنياتكم معلوماتنا واجواءنا حازت على اعجابكم ورضاكم. دائما نقول لكم كاش مع النبهان كل عام وانتم بخير مع السلامه. نطلع فاصل ونرد مع النبهان نطلع فاصل ونرد مع النبهان عدنا بعد الفاصل مع النبهان عدنا بعد الفاصل مع النبهان بوديكم من مكان لمكان كاش كاش اخبط كاش مع النبهان بوديكم من مكان لمكان طول رمضان كل اللغات من مدينة لمدينة بعد الفطور طول رمضان تابعونا وشاهدونا على الراي يلا يا النبهان فوزوا ترى الكل يستاهل حاضر والجوائز كاش والغلطان مربحان ربحان كاش كاش اخبط كاش مع النبهان بوديكم من مكان لمكان عاوز بالجنيه اكسب كاش يو وانت بالباوند جيت يور كاش تبي بالدينار اخبط كاش 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 مع النبهان